مرحبا. داخل هذا المنزل الجميل في شمال بريطانيا ابتكر أستاذ جامعي طريقة بسيطة سوف تساعد رجال الشرطة في رؤية بصمات الأصابع التي يتركها المجرمون أو اللصوص على الأوراق أو الإيصالات بيضاء اللون. سوف نتعرف في هذا التقرير لفورتك على كيفية عمل هذه الطريقة وما هو المميز بها. شكرا جون. بداية اشرح لنا فكرة عامة عن هذه التقنية أو هذا الاختبار. هذه التكنولوجيا ترتبط بالأوراق الحرارية التي تحصل عليها بعد العمليات الشرائية كالإيصالات في محل السوبر ماركت ومحطات الوقود وغير ذلك، والتي تتضمن غالبا معلومات وأرقاما تم طباعتها عليها. في حال أراد عناصر الشرطة رؤية بصمات أصابع الأشخاص الذين لمسوا الورقة سيواجهون صعوبة بسبب لونها الأبيض والحبر الموجود عليها. لكن سابقا جون، قبل الانتقال إلى الطريقة الحديثة التي تستخدمها، كانت هناك طريقة أخرى وربما تستخدم حاليا من قبل رجال الشرطة لرؤية بصمة الإصبع على الأوراق البيضاء عبر رفع درجة حرارة هذه الورقة. أعرف القليل عنها لكن أريد منك أن تخبرني المزيد. قبل 3 سنوات ابتكرت طريقة لرؤية بصمات الأصابع على الأوراق الحرارية عبر تعريضها لمصدر حرارة بشكل تدريجي ومباشر مع رفع درجة حرارة الإيصال، وعندما يلامس العرق الذي يفرزه الإصبع الحبر الموجود على الورقة أو الإيصال يحدث نوع من التفاعل الكيميائي لتبدأ بقعة سوداء بالظهور. دعني أريك كيف تتم هذه العملية. سأقطع جزءا من ورقة الإيصال هذه وأريد منك أن تضع إصبعك في الطرف هنا، بعدها سأشرح كيفية عملها. سأشغل آلة التحميص وأستطيع التحكم بدرجة حرارة الورقة عبر رفعها إلى الأعلى أو الأسفل. أحتاج إلى كمية قليلة من الحرارة لإتمام التفاعل بين العرق والحبر على الورقة. وكما ترى الآن نستطيع رؤية بصمة إصبعك على الورقة. إذن بعد أن رأينا الطريقة القديمة أريد أن أعرف منك المزيد عن المستقبل، ما هو الحديث في هذا المجال؟ ما أردت الوصول إليه هو طريقة لا تؤدي إلى تلف أو إضرار بالورق كالتي رأيناها قبل قليل، أي لا تحتوي على تفاعل كيميائي مع الورق لرؤية البصمة. إذن ما ابتكرته هو عبارة عن مصدر للضوء يسمح لك برؤية بصمة الإصبع على الأوراق الحرارية ضمن درجة حرارة عادية كحرارة غرفة المنزل، وهو ما أعتقد أن رجال الشرطة والمحققين سيستطيعون تحقيقه من خلال رؤية البصمات بسرعة. هل يمكن أن نرى مثال لذلك؟ هذه بعض الإيصالات، وعندما نضيء المصباح ونمرره فوق الورقة نسيم، يمكنك استخدام العدسة المكبرة. سنتمكن من رؤية البصمات ولن نتمكن عندما نطفئ المصباح. ما هو هذا الضوء؟ ما المميز به؟ مصدر الضوء هذا يتميز بأشعة فوق بنفسجية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على مصفاة أو فلتر لا تسمح لأي ضوء يمكن رؤيته بالعين المجردة من العبور. وهذه الورقة الحرارية مخصبة بمادة كيميائية تتميز بوهج ضوئي تجعلها تبدو بيضاء اللون لعين الإنسان. هذا الوهج الضوئي يمتص الأشعة ما فوق البنفسجية، وعندما أشغل المصباح أتمكن من رؤية ضوء أزرق ناتج عن التفاعل بين الوهج الضوئي والأشعة وقد انعكس إلى الأعلى. هل تعمل هذه التقنية على أوراق ربما ليست بيضاء كهذه الورقة؟ لا تكون واضحة كما تبدو على الأوراق الحرارية بيضاء اللون، وما يميزها تحديداً هو أن المكان الذي تفاعل فيه الحبر مع العرق يمكنه امتصاص الأشعة ما فوق البنفسجية فتحصل على تباين في الألوان،
الضوء الأزرق يظهر حيث لا يوجد أثر للبصمة، واللون الداكن يظهر تحديداً مكان البصمة، أي أنه تعمل فقط على الأوراق بيضاء اللون. بالإضافة إلى ما تقوله جن، ربما المميز بها هو أنها تسمح لرجال الشرطة برؤية البصمة في مسرح الحدث أو الجريمة عبر استخدام ضوء كهذا، اختصاراً للوقت للذهاب إلى مختبر معين لرفع درجة حرارة الورقة. يمكن استعمال هذه الطريقة تماماً في مسرح الجريمة لأنها ببساطة سهلة الاستخدام وتعطي نتائج فورية وسريعة. هل من المتوقع أن نرى هذه التقنية أو الاختبار مطبقة حقيقة على أرض الواقع ومستخدمة من قبل رجال الشرطة؟ تم الكشف عن هذا الابتكار في شهر نيسان أبريل 2014 في لندن، ونحن الآن بانتظار أن تتبنى بعض الشركات المصنعة هذا التصميم النموذجي وأن تحوله إلى شكل أكثر تماشياً مع أدوات الشرطة. عندها لا يوجد أي سبب لعدم استخدامه بشكل كبير، وحقيقة أتوقع أن يكون جاهزاً للاستخدام في غضون 18 شهراً إلى سنتين. Realistically expect it's probably something like 18 months to 2 years from now. شكرا جزيلا جون على هذه المعلومات وعلى استضافتنا في منزلك. It's been a pleasure, Nazim. Thank you. Thanks.